أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، والتي نخصصها للحديث عن اتهام الحكومة للميليشيا باستغلال الهدنة لإعادة ترتيب وضعها العسكري. قال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن الهدنة المعلنة قوبلت باستهتار واستهزاء من قبل ميليشيا الحوثي، داعياً الأمم المتحدة إلى التحرك سريعاً. وأكد بادي أن الحكومة لن تقبل بأن تكون الهدنة فرصة لإعادة ترتيب الوضع العسكري للحوثيين، مشيراً أن هناك تصاعداً خطيراً في الهجمات العسكرية بعد إعلان وقف إطلاق النار. من جهته دعا أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ميليشيا الحوثي إلى التجاوب مع المبادرة التي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم اليمني، وأشار إلى أن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي تمثل فرصة حقيقية لا ينبغي إضاعتها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين اثنين: ما مستقبل الهدنة بين الحكومة الشرعية والميليشيا؟ وهل يمكن للمجتمع الدولي دفع الميليشيا للالتزام بهذه الهدنة؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. الأمم المتحدة تخاطب إيران دعما لقرار وقف إطلاق النار الهش في اليمن. خلال فترة قصيرة أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف سعيا وراء الحصول على دور لطهران في تليين موقف الحوثيين المتصلب من قرار وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد. أعلن الوزير ظريف إثر هذين الاتصالين دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في اليمن، داعياً إلى ضرورة إرساء وقف مستدام لإطلاق النار كمقدمة لبدء المسيرة السياسية لحل وتسوية الأزمة. تصريحات ظريف يبدو أنها تتناغم في مغزاها النهائي مع مطالب الحوثيين التي تتركز حول وقف التدخل العسكري السعودي في اليمن بشكل كامل، والدخول في محادثات ثنائية مع الرياض لا ترتكز على المرجعيات الثلاث، وتتجاهل تماماً الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وتكرس الوضع الذي أنشأته حرب الميليشيا على اليمنيين طيلة الفترة الماضية. صعدت جماعة الحوثي موقفها من قرار وقف إطلاق النار إلى ما يشبه الرفض، كما جاء في تغريدة للمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام الذي وصف القرار بأنه مجرد تدليس وتضليل للعالم، ورفع سقف مطالب جماعته إلى حد المطالبة بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صريحاً بإيقاف الحرب ورفع الحصار على حد تعبيره. موقف كهذا دفع الحكومة إلى إعادة تقييد موافقتها على قرار وقف إطلاق النار باشتراطها ألا تتحول الهدنة إلى فرصة للحوثيين لإعادة ترتيب أوضاعهم العسكرية ومهاجمة قوات الجيش والمناطق المحررة. المتحدث باسم الحكومة راجح بادي طالب المبعوث الأممي بالتحرك السريع لأن الحكومة لن تقبل أن تكون الهدنة فرصة لإعادة ترتيب الوضع العسكري للحوثيين بعد أن قوبلت الهدنة باستهتار واستهزاء من قبل الميليشيا الحوثية التي قال إنها لا تراعي مصالح اليمنيين ولا يهمها أن يهلك مئات الآلاف من اليمنيين مقابل أن تستمر في السيطرة على بعض المناطق. واعتبر بادي ما يحصل من هجمات عسكرية من جانب الحوثيين بعد إعلان وقف إطلاق النار بأنه تصعيد خطير جدا، وأن قوات الجيش قادرة على الرد والتعامل مع هذه الاعتداءات. ولهذا الموضوع ونناقشه ينضم إلينا من الرياض المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، كما ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي من لندن محمد جميح. أهلا بكما، وأبدع معك سيد راجح بادي. يعني كيف تنظرون إلى استمرار خرق الميليشيا لهذه الهدنة مع أنه دعت إليها الأمم المتحدة ورحب بها التحالف، وأنتم أيضا رحبتم بهذه الهدنة؟ مساء الخير أخي الكريم، تحية لك ولضيفك الكريم. أهلا بك. والمشاهدين جميعا. حقيقة نحن يعني الآن يعني على اليمنيين جميعا وعلى العالم أن يعرفوا حقيقة هذه الميليشيات التي أسفرت عن هذا الوجه القبيح وهذا الوجه الدموي وهذه النفسية المريضة التي حتى هذه اللحظة لم تتعاطى يعني بأي شكل من الأشكال بأي شكل إيجابي مع هذه المبادرة التي أطلقناها مع التحالف العربي من أجل وقف إطلاق النار. كما تعلمون العالم يعني واجه هذه الجائحة
كورونا التي تهدد البشرية جمعاء. نعم. وللأسف الشديد ظهرت أول حالة لدينا في اليمن في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وتعرفون يعني الوضع الصحي المتردي في اليمن لا يخفى على أحد، والظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة هذا الانقلاب التي قامت به ميليشيات الذي قامت به ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية في البلد، والحرب التي تسببت بها هذه الميليشيات وكل هذا الدمار. الحوثي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم يبدي أي بادرة حسن نية تجاه هذه تجاه وقف إطلاق النار، بالعكس يعني طعد في كثير من الجبهات، سواء في صرواح، في الجوف، في البيضاء، حاول أن يفتح جبهة جديدة في جهة المنطقة العسكرية الخامسة في حرب، وهي المنطقة التي كانت تشهد يعني هدوءا كبيرا في الفترة الماضية. استمر في ضرب إطلاق الصواريخ البالستية على الأحياء المكتظة بالسكان في مارب، وتابعتهم خلال اليومين الماضيين أكثر من صاروخ، وصاروخ بالأمس بالستي تم إسقاطه من قبل الباتيروت فوق مدينة مارب. حقيقة أنه الآن الكرة هي في ملعب المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيا، نعم، الذي تدخل في هذا الموضوع ويعني وأجرى اتصال مع فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأشاد بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة والتحالف العربي لوقف إطلاق النار من أجل أن يتعاون الجميع وتتضافر الجهود من أجل لا سمح الله انتشار وتفشي هذا الوباء في بلادنا. لكن للأسف أنه حتى الآن لا نجد إلا لغة ناعمة إلى حد كبير، ربما أستطيع أن أقول أنه تماهي إذا جاز التعبير مع المواقف الحوثية. نحن أعلننا المبادرة لوقف إطلاق النار، وكان هناك حديث سواء من قبل المبعوث الأممي أو من قبل الدول الكبرى في العالم أنه الحوثي سيلتزم بهذه المبادرة وسيستجيب، لكن للآن أكثر من 6 أيام منذ هذه المبادرة وحتى هذه اللحظة للأسف الشديد لا يوجد أي حسن نية من قبل ميليشيات الحوثي، بالعكس. نعم، ابقى معي سيد بادي لأسأل السيد محمد جميح، يعني هل تعتقد أن الحوثيين سيرضخون للقبول بهذه الهدنة؟ ونحن قد يعني وجدنا ترحيب دولي بهذه الهدنة وقبول من جانب التحالف والحكومة الشرعية أيضا. طبعا بعد التحية لك ولضيفك الأستاذ راجح والمشاهدين. أخي الكريم، الحوثيون يعني منذ 2004 حتى هذا اليوم وهم يعني لا يستجيبون لأي هدنة، يعني ليس من الأمس ولكن منذ الحروب الست التي كانت ما بين 2004 و2010. هؤلاء هم الحوثيون، فإذا التزموا فإنهم لا يصيرون حوثيين، ينتهوا عن أن يكونوا حوثيين، هذا هو سلوكهم، وهم لا يخفون ذلك السلوك، بل إنهم لم يبدر منهم أي ترحيب بالهدنة أصلا، يعني لم يصدر بيان رسمي عن الحوثيين يرحب بهذه الهدنة ويعلن الالتزام بها، هم لم يلتزموا. فلماذا نقول يعني لم يعلنوا أنهم سيلتزمون بها، فلماذا نقول أنهم خرقوها أصلا إذا كانوا لم يعلنوا الالتزام بها ولم يعترفوا بها، بل قالوا إن الهدنة التي أعلنت من طرف التحالف الحكومي إنما جاءت لغرض إفساد الخطة الوطنية بين قوسين التي أعلنوها من أجل حل شامل في البلاد، ينهي الحرب بشكل كامل ويرفع ما يقولون عنه الحصار ويعني يسحب التواجد الأجنبي الذي يقولون عنه من اليمن وما إلى ذلك من البنود التي عرضوها فيما أسموها بالخطة الوطنية. إذن خطة وقف إطلاق النار أو الهدنة التي كانت من قبل التحالف الحكومة لمدة 2 أسبوع قابلة للتجديد طبعا من قبل الحوثيين أو من وجهة نظر الحوثيين هي من أجل التغطية والتعتيم الإعلامي على الخطة الوطنية التي يقولون إنهم أرسلوها إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن جريفيث. نعم. إذن في هذه الظروف نحن لا يمكن أبدا أن نتصور أن الحوثيين سيلتزمون بهذه الهدنة، لأنهم لم يلتزموا بالاتفاقات التي وقعوا عليها، فكيف يلتزمون بهدنة أصلا هم لم يعلنوا الالتزام؟ إذن سيد جميح، عدم القبول والخرق كان متوقعا، لماذا الحكومة توافق
كل مرة على هدنة مثل هذه، وهي تتوقع أو يتوقع الجميع هذا الخرق وهذا الرفض من قبل الحوثيين؟ أنا أعتقد الحكومة والتحالف لهما وجهة نظر، يعني هما يخاطبان الرأي العام الدولي. هذه استراتيجية أو تكتيك يقوم به التحالف والحكومة في هذا الجانب، في إرسال رسائل للمجتمع الدولي، للأمم المتحدة، للعالم، بأن الحوثيين هم الذين يخرقون الهدنة وبأننا نلتزم بالهدنة. لكن أنا في تصوري أعتقد أن على الحكومة أن تراجع هذه السياسة، لأنه لم يعد أحد يعني ينكر حقيقة أن الحوثيين لا يفون بالتزاماتهم. الأمم المتحدة نفسها تعرف، وإن كانت تحاول أن تدس رأسها في الرمال من أجل أن تحافظ على كون مارتن جريفيث مبعوثا ووسيطا، مع العلم بأن مارتن جريفيث ليس وسيطا. مارتن جريفيث يجب أن نعلم أنه مسؤول دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. دعني أسأل وأرحب قبل السؤال، أرحب بالمحلل السياسي من بيروت ياسر المهلل، ينضم إلينا في هذه الحلقة، وأبدأ معه بالسؤال الذي يعني ينتظر ياسر محسن، ينتظر الجميع الإجابة عن لما لم تقبلوا بهذه الهدنة، مع يعني بالرغم من أن الوضع في العالم بأجمعه يعني يتجه للجانب الصحي ويركز على هذا الجانب لمواجهة كورونا، وأنتم أيضا أو الحوثيين في صنعاء وبقية المسيطرين على بقية المناطق يريدون التركيز على هذا المجال وترك باقي الاهتمامات لمواجهة كورونا. سيد ياسر هل تسمعوني؟ إذن أعود إليك سيد راجح بادي، السؤال هنا يعني ما القادم بعد أن اتهمتم ميليشيا الحوثي بممارسة التضليل، والحوثيين أو الحوثيون يتهمونكم أو الحوثيون يتهمونكم بالتضليل، وأنتم تتهمون الحوثي باستغلال الوقت لترتيب صفوفه، ما القادم بعد هذا؟ اولا دعني اوضح واضيف نقطه مهمه فيما ذكره الدكتور محمد جميح فيما يتعلق بتعامل الحكومه او الهدف من اعلان الحكومه والتحالف هذه الهدنه. نحن يا سيدي الكريم الان الوضع يختلف عن اي هدنه سابقه او عن اي وقف اطلاق نار سابق. الان يا سيدي الكريم العالم يعيش يعني خطر حقيقي يهدد البشريه جمعاء. هناك جائحة فتكت بدول كبرى تحصد أرواح الآلاف من البشر، يعني دول كبرى ركعت أمام هذا الفيروس. نحن أمام يعني خطر حقيقي يهدد اليمنيين. اليمن دولة يعني دولة منهكة تماما. نحن يعني نحن مسؤولين كحكومة شرعية وكتحالف عربي، مسؤولين يعني أمام ضمائرنا، أمام أخلاقنا، عن هذا الشعب الذي إذا لا قدر الله يعني استشرى هذا الفيروس فسيحدث يعني سيحدث كوارث كبيرة جدا لا قدر الله. نحن راعينا هذا، هو المنطلق الذي انطلقنا منه في الإعلان مبادرة وقف إطلاق النار، رغم أنه الجميع كان يتابع الانتصارات الكبيرة اللي كان يحققها الجيش الوطني بالتعاون مع أبناء القبائل، سواء في مارب، سواء في البيضاء، سواء في الجوف. نحن أعلننا عن الهدنة ونحن في موقف قوي، ولسنا في موقف ضعيف، لكن نحن مسؤولين عن حياة هذا الشعب اليمني. 30 مليون هم مسؤول، الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن هذا الشعب. كنا نعتقد أنه لمرة واحدة ستخيب ظنوننا بهذه الميليشيات القبيحة، بهذه الميليشيات الفاشية، بهذه الميليشيات الدموية التي لم يهز ضمائرها ولا إنسانيتها. هذه المشاهد الذي يعني أفزعت 7 مليار إنسان في العالم، هذه المشاهد لم تفزع ولم تحرك ضمير هذه الميليشيات المتوحشة وزعيمها الإرهابي الكبير عبد الملك الحوثي، ولذلك لم يتعاطوا حتى ببيان ترحيب بهذه المبادرة. نحن أمام جماعة وحشية يعني كشفت حقيقتها. أنا يعني الوضع الآن يختلف عن أي حديث سابق، عن أي مبادرة سابقة، عن أي وقف إطلاق نار سابق. على العالم أن يتحرك، على العالم أن يعرف الآن أننا نحن أمام جماعة لا قيمة للإنسان في قاموسها، لا قيمة
لحياة الملايين من اليمنيين في قاموسها، هدفها الوحيد فقط أن تظل مسيطرة على بعض المناطق في اليمن لكي تجبي منهم المال ويعيش قادة هذه الميليشيات الإرهابية حياة مرفهة، سواء في تجارة السلاح أو في تجارة المشتقات النفطية أو في غيرها من التجارة المحرمة. ومع كل ذلك حكمنا ضمائرنا وانطلقنا من هذا المنطلق خوفا على اليمنيين جميعا، سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين. ومع كل ذلك يعني لا نجد أي موقف من قبل الأمم المتحدة تجاه هذه الممارسات. أشكرك سيد راجح بادي، كنت معنا من الرياض المتحدث باسم الحكومة، وأرحب مجددا بالمحلل السياسي ياسر محسن من بيروت. أهلا بك سيد ياسر. أهلا وسهلا. أهلا بك. السؤال هنا والذي ينتظر الجميع إجابته، لما لم تقبلوا بهذه الهدنة رغم أنها فرصة للجميع والشعب اليمني لا يقوى على الصبر أكثر في هذه الأوضاع، خصوصا مع قدوم كورونا وبداية ظهور أول حالة في اليمن؟ يعني ألا يجب أن يركز الجميع على الجانب الصحي في هذا التوقيت؟ نعم، أولا بطبيعة الحال فإن قوى العدوان ومن يقاتل تحت رايتها ومن يقاتل معها هو يتحمل كافة المسؤولية على كل التداعيات الإنسانية والصحية وكل ما تسببه هذا العدوان من تدمير المقومات الصحية والبيئة الصحية والنظام الصحي في البلاد، من خلال إما من خلال الاستهداف المباشر وإما من خلال الحصار الذي يفرض على الشعب اليمني ويمنع عنه الدواء كما يمنع عنه الغذاء وكافة الاحتياجات الأساسية الأخرى. لكن بالحقيقة هو السؤال هنا يجب أن يطرح إلى المجتمع الدولي اليوم، هل اليوم اليمن بحاجة إلى سلام حقيقي أم من دورات سياسية وإسناد سياسي وغطاء يعني دولي لهذا الإسناد السياسي الذي تحاول أن تراوغ من خلاله السعودية وتقدم نفسها على أنها راعية سلام وأنها مدافعة عن الحقوق الإنسانية للشعب اليمني؟ اليوم الحديث بعد 5 سنوات عن العدوان أصبح يعني مدعاة للسخرية، وأصبح اليوم يعني شيء يخجل النظام السعودي ومن يقاتل معهم من ميليشيات التابعة للإصلاح والتابعة لتنظيم القاعدة. سؤالي هنا الجماعات سيد ياسر، الجماعات الإرهابية سيد ياسر، التحالف أعلن قبوله بهذه الهدنة، لما لم تقبلوا لتركزوا على الجانب سواء هو من أعلن الهدنة؟ نعم التحالف اولا هو اعلن مبادره لمده 2 أسبوع، لكن تصعيده العسكري مستمر وبغارات مستمره، واذا كان صادق حتى في هذه الجزئيه فلماذا لا ينفذها على الارض؟ غاراته اليوم على مدى الساعات تستمر اكثر من، لكن هذه الهدنه هي بدعوه من الامم المتحده وانتم يعني تعترفون بهذه الجهه، لما لا توافقون على هدنه دعت اليها الامم المتحده؟ نعم، لأن أولا هناك تجارب كثيرة، وبعدين أنت توجه لي السؤال كأننا معني بالقبول من عدمه، أنا هنا يعني أتابع، أنا أسأل عن موقف الحوثيين من قبلك المشهد بشكل عام، لكن هذا القبول من عدمه هو يعود للأخوة في القيادة السياسية في صنعاء وما يرونه، لكن أنا أقول لك ما تقدمت به القيادة السياسية في صنعاء من رؤية للحل الشامل والكامل يجب هي ما تطبق على الأرض، وليس هدنات من أجل إعادة التموضع وترتيب الأوراق بعد أن كادت أن تخسر اليوم آخر أوراقها على الأرض. اليوم تتهاوى كل القوات التي تقاتل مع السعودية وتخسر الكثير من المواقع وتعاني كثيرا على الأرض بالحقيقة. اليوم محاولة الادعاء بالظروف الإنسانية وما يواجهها اليمنيين من مخاطر تسلل وباء كورونا بسبب استمرار الدخول الوافدين من على المنافذ التي تسيطر عليها السعودية والإمارات والقوات المتحالفة معها الميليشيات الإصلاح وغيرها، هذا يجب أن يتحملوا هم مسؤولية هذه التداعيات الإنسانية والصحية على الإنسان اليمني. لكن فيما يخص المناورة السياسية وليست مبادرة أو هدنة لإطلاق النار والحشد الدولي هذا والترحيب الدولي لها، يجب أن يكون يعني أو أن ينص على إعلان صريح وواضح لوقف إطلاق النار، لا عبارة عن مناورة سياسية اليوم بعد 5 سنوات. إذن الحكومة أيضا تتهم ميليشيا الحوثي. السعودية لم تشن. نعم سيد ياسر، الحكومة أيضا تتهم ميليشيا الحوثي بأنها تستغل هذه الهدنات، وأنتم والحوثيون أيضا يعني طرحوا وثيقة حل شامل هكذا سميت، تتهم الحكومة ميليشيا الحوثي بهذه التصرفات والقبول بالهدن ثم نقضها، تتهمهم بترتيب صفوفهم واستغلال الوقت.
نعم، اولا من اعلن يعني مؤخرا الان بالتزامن، مثلا على سبيل المثال اطرح لك مثال واحد فقط، من الذي اعلن عن تحركات عسكريه؟ وسائل اعلام العدوان اعلنتها صراحه ان هناك عمليه عسكريه واسعه وشامله انطلقت في محافظه البيضاء. محافظه البيضاء معروف انها تشهد استقرار وهدوء لفترات طويله جدا، واليوم يعلنون عن هذه التحركات العسكريه في نقيض صارخ عن هذه الادعاءات الزائفه التي يدعونها بانهم يريدون يعني تخفيض التصعيد او خفض حاله التصعيد التي تشهدها الجبهات. وهذا مثال واحد على ما يحصل على مختلف الجبهات اليمنية. الغارات لم تتوقف على مأرب، لم تتوقف على البيضاء، لم تتوقف على الجوف، وهذا أيضا دليل. والحوثيون أيضا يوم أمس قصفوا مأرب في ظل الحديث عن هدنة. نعم، لا أولا يا أخي، أولا هناك التجاوب مع هذه الهدنة لم يكن يعني بالشكل الذي تريده السعودية، لأنها تسعى إلى إعادة تموضع قواتها المتهاوية خصوصا على حدود مدينة مأرب التي لم يبقى ربما إلا أيام وأسابيع وتكون ساقطة وتنتهي هذا الاستثمار والاستغلال لخزان الغاز والنفط لصالح جماعة معينة وتخدم بها الأجندات السعودية والإماراتية، وأيضا ما تشهده تلك المناطق من معاناة كبيرة بسبب استمرار فرض السيطرة عليها من قبل. ابقى معي سيد ياسر لأعود للسيد محمد جميح من لندن. سيد محمد، هل تجد اتهام الحكومة لميليشيا الحوثي بأنها تستغل الوقت لترتيب صفوفها مبرر؟ أخي العزيز، الحوثيون كما قلت لك ليس منذ 2014 وإنما منذ 2004 وهم يستفيدون من الهدنة التي تعلن من أجل إعادة ترتيب صفوفهم، هذه يعني لا يختلف عليها اثنان. لكن هناك بعض النقاط التي أريد أن التعليق عليها. أولا، الحكومة لم تعلن عن عملية عسكرية بعد الإعلان عن الهدنة الإنسانية التي أعلنت قبل 6 أيام. هذا كذب، ولا يوجد أي بيان حكومي على وسيلة إعلام رسمية عن عملية عسكرية في محافظة البيضاء بعد الهدنة. العملية العسكرية كانت قبل الهدنة، ونعم تحررت مواقع كثيرة كان تحتلها الميليشيات الحوثية، ولكن بعد الهدنة لا يوجد أي إعلان بغض النظر عن الوضع الميداني، سواء كانت الهدنة قائمة أو لا. لكن أيضا بالعودة إلى مسألة الرؤية الحوثيين للحل، هم يقولون بأنهم قدموا رؤية متكاملة للحل الشامل، وهذا أيضا نوع من المغالطة. هم أرادوا من خلال هذه الرؤية أن يقولوا للعالم وللإقليم بأن الحرب هي بين اليمن والسعودية، على اعتبار أنهم ممثلو اليمن، على اعتبار أن هناك انتخابات جرت وأنهم أصبحوا الممثلين الشرعيين لليمن، وبالتالي يخوضون هذه الحرب نيابة عن اليمنيين، وهذا كذب واضح. المراد من هذه المبادرة الحوثية هو أن يقال بأن الحرب هي بين اليمن والسعودية، أما اليمنيون فإن الحوثيين يرون لهم رؤية أخرى، وأنهم سوف يحلون مشاكلهم وقضاياهم وصراعاتهم الداخلية بأنفسهم، بمعنى أن الحوثي يريد أن يجعل من نفسه وسيطا بين ميليشياته وبين المقاومين له في مأرب والجوف والبيضاء، وبالتالي يريد الحوثي أن ينأى بنفسه عن الصراع، وهكذا يتصور بسذاجة بأنه يمكن أن يقدم نفسه داخليا كوسيط بين اليمنيين يجري حوارات على نسق الحوارات التي كان يجريها أيام أو بعد أيام من دخوله صنعاء، عندما كان يعقد حوارات سورية تحت أسنة الرماح إنجاز التعبير في مؤتمر موفنبيك بعد دخول الحوثيين صنعاء في 2014. أخي العزيز، الحوثيون جاءت الهدنة الأخيرة، والموقف الحكومي موقف قوي إلى حد كبير، بمعنى أن الحكومة كانت هي التي تشن الهجوم بعد أن استعاد الجيش زمام المبادرة في هيلان وفي صرواح وفي الجوف وفي البيضاء، وبالتالي من غير المنطقي أن يقال بأن هذه الهدنة جاءت من أجل إنقاذ القوات الحكومية المتهاوية. حسب إذا كان موقف الحكومة قوي في هذا السياق، ما نقاط ضعف الحوثيين؟ أخي العزيز، الحوثيون استنزفوا خلال فترة الشهرين الأخيرين بشكل كبير. هناك أكثر من 3000 قتيل في صفوفهم في الجوف وفي البيضاء وفي صرواح وفي هيلان. هذه حقائق، هم ينشرون هذه الأسماء ليس نحن، وبالتالي فهذا الاستنزاف
أدى إلى تقدم القوات الحكومية، خلت الجبهات البيضاء لأنهم جمعوا كثيرا من المقاتلين من البيضاء وذهبوا بهم إلى مأرب وصرواح وإلى الجوف، وبالتالي إلى حد ما كانت مواقعهم وخطوطهم ضعيفة في جبهات البيضاء، فتقدمت القوات الحكومية، بالإضافة إلى أن الجيش واجه الهجمات بعد الهجمات الحوثية وصدها في مأرب وصرواح تحديدا وهيلان، وبالتالي أخذ الجيش فيما بعد زمام المبادرة، وحصل هناك نوع من التقدم، وإن لم يكن التقدم المطلوب، لكن القوات الحكومية عندما أعلنت الهدنة كانت هي التي تأخذ بزمام المبادرة، ولم يكن الوضع العسكري بالنسبة للجيش وضعا ضعيفا إلى الدرجة التي يمكن أن يسوق بأن هذه الهدنة الإنسانية. نعم. إذن إنما جاءت من أجل دعني أسأل السيد ياسر، هل رفض الحوثيين لهذه الهدنة واقتراحهم لوثيقة بديلة، هل هو لتعويض ما خسروه وما حل بهم في الجوف ومأرب مؤخرا؟ نعم، أولا أنا لا أعلم ما هي الخسارة التي حلت بهم يعني في الجوف ومأرب مؤخرا، ونحن نتحدث يعني عن إنجازات عسكرية كبيرة يعني انتهت. إن كنت لا تعلم، الأنباء موجودة وكثيرة يعني، وهناك صور وفيديوهات تنشر الجثث. وسمعنا كثيرا من هذه التصريحات التي يصبح بها مثلا على سبيل المثال الأخ محمد جميح، وانتهت مؤخرا يعني بالسيطرة على المناطق، ثم لم يعد يدري ما يقول أو ما يبرر هذه الهزائم. لكن أنا يعني بالمجمل، أولا أنصار الله والجيش واللجان الشعبية في الحقيقة هم الطرف المبادر في الميدان، والذي يمتلك أوراق القوة ويمتلك زمام المبادرة في الميدان، ولا يمكن ابتزازهم من خلال المناورات السياسية التي اليوم تقودها السعودية بسبب الخسائر الاقتصادية التي تعانيها بفعل يعني تهاوي أسعار النفط، وأيضا خسائرها المدوية التي سقطت يعني بسبب الصواريخ التي تصل اليوم إلى العمق السعودي وتعاني منها كثيرا السعودية، وإضافة إلى أوراقها على الأرض أو أدواتها المقاتلة على الأرض التي تهاوى كثيرا ولا تمتلك يعني مساحة كبيرة للثبات على الأرض أو تحقيق إنجازات عسكرية حقيقية. واليوم المتابع يعني حتى لهذه المواقع أو الصفحات التي يعني تنتمي إليها الجماعات المتطرفة، الجماعة التكفيرية كالقاعدة، هي التي تتحدث وتنشر يعني مشاهد عن انتصاراتها وإنجازاتها في البيضاء. نحن هنا نتحدث عن حكومة شرعية وعن حوثيين، عن طرفين معروفين. نعم. والمشاهد في الأخبار موجودة وموثقة عن خسائر تكبدها الحوثيون. نعم، أشكرك المحلل السياسي ياسر محسن، كنت معنا. أنا أطالبك أن تدخل على المواقع التي تنتمي إليها هذه الجماعات، جماعة القاعدة وجماعة داعش، هناك وكالة. نحن هنا سيد ياسر، نحن هنا نتحدث عن حوثيين كميليشيا وحكومة شرعية. أشكرك المحلل أو المحلل السياسي ياسر محسن، كنت معنا من بيروت. وأعود إليك سيد محمد جميح لأختم معك بهذا السؤال، ما البديل أمام الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي أمام الرفض المتكرر والخرق المستمر من قبل ميليشيا الحوثي لهذه الهدن؟ أخي العزيز، إن أردت رأيي بشكل واضح، الأمم المتحدة أرادت من خلال اتفاقية ستوكهولم أن تحمي الوضع الإنساني في مدينة الحديدة. بكل صراحة، عندما وقعت هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل لم يكن يتصوره أحد، بل بالشكل الذي لو تم دخول الحديدة وكان حينها لم يفصل المقاتلين عن الميناء إلا 3 كيلومترات، لو تم دخول المدينة لما أصبح الوضع الإنساني بهذا السوء. وبالتالي أحيانا لابد مما ليس منه بد، إذا أرادت الحكومة أن يتحسن الوضع الإنساني فعليها أن تحسم أمرها، لأن لديها المشروعية الدولية ولديها المشروعية العربية والمشروعية الوطنية بأن تسيطر على كافة أراضيها، ولن يستطيع أحد، إذا كانت الحكومة قوية لن يستطيع أحد في العالم أن يقول لماذا تريدين استعارة العاصمة، لماذا تريدين تحرير أراضيك من الميليشيات التي احتلتها بقوة السلاح والتي لا يعترف بها أحد في العالم. أشكرك سيد محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة لهذه الحلقة، وإلى اللقاء.